قبل الأخيرة، لا ننسى دور قناة صدى البلد على مدار 10 سنوات دعم مصر الثورة المصرية، وكل التحية لحضرتك. بصراحة مدي دفعة قوية جدا لكل الناس بتشتغل في هذه القناة. شوف أنا يعني الحقيقة صدى البلد عزيز عليا جدا، لأنها قامت بدور وطني جليل، وقيادتها ومذيعيها وبالأخص أحمد موسى وبالأخص الإخوة كل المذيعين اللي معاك، مصطفى بكري و و و وكل الحقيقة، وحتى اللي سابونا رولا خرصة. نعم. الحقيقة قاموا بدور وطني جليل. عايز أقول إنه وطنية القناة ومصداقية القناة اللي أنتوا بنيتوها، أستاذ أحمد أنت قمت بدور وطني جليل، مصر كلها بتشهده لك، وبحس بالفخر ان انا يقولوا لي قيادات كبيره. احنا الساعه 8 بنبقى قدام التلفزيون عشان نشوف احمد موسى هيقول ايه. بحس انه التكليفات اللي بيجي لنا عشان يعني تغطيه احداث معينه، الدوله حريصه انه قناه صدى البلد بمصداقيتها وبرجالها وبكفاءتها انها تشارك. بحس ان لما اروح بلاد العربيه او بلد بره او حد بيكلمني بيقول لي ده احنا شفنا وسمعنا اللي كان في صدى البلد. الحقيقه انا سعيد بيكم وسعيد بكل الكفاءات اللي حصلت، وسعيد حتى بالتحديث اللي بيحصل. احنا كل فتره بنعمل عمليه تحديث، نعم، وبنحاول نحدث الافضل، وكل القيادات اللي حصلت قبل كده اللي كانت في القناه، مدام إلهام أبو الفتح والإخوة المخرجين والإخوة المذيعين، وكل الحقيقة كان لهم دور كبير جدا في الماضي، وإن شاء الله يتطور دورهم في المستقبل. وإحنا حريصين، إحنا قناة للدولة المصرية بنقول الحق، وإنتوا عارفين من أول يوم قعدت قلت لكم دي قناة مصر. صحيح. هنتكلم بمنتهى المصداقية وبمنتهى الشفافية، وما احناش مع حد ضد حد، والقناة الحقيقة اللي ما حدش قدر يفتح بقه بكلمة عنها في اي خط تاني. صحيح. احنا خلطنا صافية 100% مصر. الحمد لله. كلمة للشعب العظيم قبل ما نختم بمناسبة ثورة 30 يونيو 10 سنوات على الثورة للشعب المصري. فضل. كل سنة وشعبي شعب مصر العظيم، لأحبابي وأصدقائي والشعب كله الحقيقة، أنا بشارككم الفرحة 30/6، وبشارككم طبعا أعياد العيد الأضحى المبارك، وبدعو الله سبحانه وتعالى ان ينم يتمم نعمته علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ويحفظ مصر ويحفظ قائد مصر ويحفظ قائد مصر ويحفظ قائد مصر من كل سوء، ويحفظه وينصره ويعليه وينصر بيه مصر وينصر بيه كل المصريين وينصر بيه الامه الاسلاميه والامه العربيه. كل سنه وانتم طيبين. شرفتنا، بشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب. طيب. حاج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. بشكر حضراتكم، لسه مستمرين، لسه ما قفلناش، لسه مستمرين.